السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أراد الله سبحانه وتعالى يوم أنزل هذا القرآن العظيم أن يكون له السلطان الكامل على الحياة. ومعنى أن يكون له السلطان الكامل على الحياة أي أن يكون هاديا للناس في أحوالهم كافة. لذلك أنت تجد في القرآن الكريم أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام البيع وأحكام الشراء والمعاملات، وتجد فيه حديثا عن الأخلاق جميعها والمعاملات كلها، وما ذاك إلا لخير هذه البشرية ونفع هذه الإنسانية. لنا حلقتان سابقتان ونحن نتكلم عن قضية من أخطر القضايا التي وقع في شراكها كثير من الناس اليوم، وهي قضية أكل المال بالباطل. ولما نتأمل في أحوال السابقين وتأثرهم السريع بالقرآن الكريم، نأسف على أنفسنا وندرك قدر البون والمسافة بيننا وبينهم، ويحملنا ما نعرف من سيرتهم وما نقرأ من أخبارهم على أن نحذو حذوهم ونسلك مسلكهم، إذا كنا حقا صادقين في محبتهم ونرجو رفقتهم في الدار الآخرة. حين نكلم الناس عن أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرصه الشديد على تحري الحلال واتقاء الحرام وورعه صلى الله عليه وسلم، يقول الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما تقولون في أصحابهم وأحوال أصحابهم وموقفهم من هذه الكبيرة التي سمعوا وحي الله فيها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف انتفعوا وتأثروا بهذه السرعة؟ وكيف يعني تجاوزوا شهوات أنفسهم ورغبات نفوسهم وسارعوا بالامتثال وسلموا هذا التسليم حقا، لأنهم صفوة الله عز وجل وحواري رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الله واختار أن يكون قيام هذا الدين في أول أيامه على أكتافهم، فطبيعي أن يكون كذلك، وطبيعي أن نكون على نفس الخط. اللا طبيعي أن نسلك المسالك المظلمة، اللا مطلوب أن نترك الهدى ونسلك الضلالة. العيب كل العيب أن تكون أمامنا هذه النماذج ونغادرها إلى نماذج أخرى، أن تكون أمامنا هذه القدى وهذه الأسى ونرفض إلا أن نسلك غير مسلكهم. هذا أبو بكر رضي الله عنه، كان له غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء له يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني هذا الذي أكلت منه، فأدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه أحد غلمانه يوما بلبن أنكره. شوف العجيب، كان له ساق يسقيه، فجاءه وكان له ناقة خصصها له المسلمون يعني يحلبونها له. فذات يوم جاء له غلامه بلبن، شعر أن هذا اللبن ليس كاللبن الذي يشربه كل يوم، أنكره. كل ما قرأت هذا النص أو هذا الأثر
وأتأمل في حال عمر، يعني إيه طبيعة الفم ده أو اللسان اللي ينكر أو يشعر بالفرق بين لبن ناقة ولبن ناقة أخرى؟ فأنكره فقال: يا هذا، من أين لك هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن ناقتك انفلت عليها ولدها فشرب لبنها، فتخيرت لك ناقة من إبل الصدقة فحلبتها لك. فقال: ويحك، تسقيني نارا؟ ثم صعد المنبر وجمع الناس واستحلهم وذكر لهم ما جرى فأجازوه. إلى هذا الحد، شربة لبن تغير قلب عمر وتصيبه بالخوف، كيف لا وهو عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الذي يحدث عنه الرواة. يقول سعد بن أبي وقاص: جاءه مسك وعنبر من البحرين، فقال: هل لي بامرأة حسنة الوزن، امرأة تكون جيلة الوزن، تحسن الوزن، تزن لي هذا لأقسمه بين المسلمين؟ فقالت امرأته عاتكة: أنا حسنة الوزن، أنا أزنه لك. فقال لها: لا، وتقولي به هكذا وهكذا، وجعل يمسح إيه شحمتي أو ما وراء شحمتي أذني، أمسح وجهه، طبيعي أنه هي وتزن يصيب يدها شيء من المسك أو العنبر، هتوديه فين يعني؟ فتمسح به. قال: وتقولي به هكذا وكذا فأصيب فضلا على المسلمين، ويصبح أننا انتفعت أكثر مما ينتفع به المسلمون. ومثله في حياة عمر بن عبد العزيز، أو صح مثله عن عمر لما أمسك فمه وهو يقسم هذا المسك، فقال: يعني هون عليك، الأمر مش لهذه الدرجة. قال: وهل ينتفع من هذا إلا بريحه؟ فخشي وخاف أن يكون له فضل على المسلمين. يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: إن الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه بيدك، فإنه إن لدغك قتلك، فإنه إن لدغك قتلك. عمر الذي لما جاءته الفتوحات، الغنائم من الفتوحات، ووقف أمامها غنائم خيبر وغنائم كسرى وقيصر والغنائم العظيمة، وقف أمامها ويقول: إن قوما أدوا هذا بكماله، يعني هكذا دون انتقاص منه، لأمناء. فقال علي رضي الله عنه: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. هؤلاء الذين أثرت فيهم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر فيهم خطابه صلى الله عليه وسلم، وأثرت فيهم الوقائع التي شهدوا. فذات مرة كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه مدعم، وكان يضع رحل النبي عليه الصلاة والسلام، فأصابه سهم عائر طائش فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أدراكم؟ إن الشملة التي غلها يوم كذا وكذا من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. وكان يقول: من استعملناه على شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه جاء به يوم القيامة غلولا. فجاء رجل بشراك نعل وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار. النماذج لا تنتهي، وقصصهم وأحوالهم في التعاطي مع نصوص الشرع فيما يتعلق بهذه القضية خاصة وغيرها من القضايا أكثر من أن تحصى. لسنا بحاجة إلى أن نقرأ أكثر من حاجتنا إلى أن نطبق وأن ننحو نحوهم ونحذو حذوهم. عسى أن يكرمنا الله تبارك وتعالى برفقتهم وصحبتهم في الدار الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يحب، وأن يتقبل منا وإياكم صالح العمل، وأن يحفظنا وإياكم من الهوى والزلل، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل دنيا وآخرة. اللهم آمين. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.